تم صبيحة اليوم العثور على الطفلة فاطمة الزهراء عبد الله ميلود البالغة من العمر 13 سنة. الطفلة تقطن بحي المجري سانت جان، اختفت وسط ظروف غامضة منذ مساء الأربعاء، وتم العثور عليها من طرف سائق سيارة أجرة بالقرب من حيهم بالمكان المسمى المرشد حسب ما صرح به أحد أقربائها. الحمد لله يا ربي لقيت بنتي سالمة، الحمد لله يا ربي، والحمد لله والحمد لله والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي الفوق والدولة تحت، الحمد لله يا ربي، وكان الشعب اللي وقف معايا الحمد لله وما خيبوليش الأمل تاعي، والحمد لله يا ربي، والحمد لله يا ربي، وأنا قليل وما عنديش باش يطمعوا فيا ولا أنا ما عنديش، الحمد لله يا ربي لقيتها غاية الحمد لله. احنا نقولوا الحمد لله اللي نزل ربي رحمته وردوها لنا بخير على خير، وربي يكون معاهم ومع الشعب، وحنا فاني ماشي ملقطين دعوة شربة بها لا قليلة ومتها لا قليلة. هاي تبكي هاي عينيها تقسمها هاي خايفة، قالت لك ما نخرجش من الدار. أنا نطلب من الدولة ومن السلطات يجيبوا لنا هادو اللي حرحرونا نقبلهم يجوا إن شاء الله، خاطر عليها ماشي غير بنتي ولا ولادي، هادي الجزائر هاي كاع ولادنا، اليوم داو بنتي غدوة يديو بنت الآخر.